هناك منع التعليق على المحاضرات. فنشرت المحاضرة. وهذا معمم. ويظهر أمام الناس يقرأ من كتاب. يقرأ في الكتاب الكلام العادي الذي قاله المؤلف. واعتقد هو كان يقرأ واحد من كتب الشيخ المكارم الشيرازي اعتقد. يمكن شرح النهج البلاغة. يقرأ الآيات القرآنية بشكل بائس. طيب يا عزيزي قلت له أنت تقرأ آيات قرآنية وأنت معمم، هذا الكلام مو من صالحنا ولا من صالحك. أنت لو كان عندك يعني رغبة في أن ترشد الناس القريبين منك ما يحتاج تصور، هم أخوانك ويعرفونك ويسمعون كلامك. لو ضبطت القراءة ممكن تصور، لكن أنت ما عندك هذه القدرة. لو أعطيت نفسك فرصة للتعلم قبل أن تتصدى بهذا الشكل، أرسل لي هوية مدرسة أو ما شابه. قلت له عزيزي هذه الهوية ليست بديلا عنك، فأنت أجبني بشكل واضح، تقبل النصيحة حتى أقول لك أنه ترى هذا اللي جاي تسويه هذا غلط، هذا مو صحيح، لأنه أنت جاي تقرأ الآيات القرآنية خطأ، جاي تقرأ من كتاب خطأ، تلفظك للكلمات خطأ. أنت الآن تقرأ بعد الصلاة، قد يكون هذا الجو مو مناسب للقراءة، ممكن أنت تبطل المحاضرة من دون جمهور وحدك، قد تكون القدرة مالتك تكون أفضل. المهم لم يقبل بذلك، فاضطررت لنشر المقطع. طبعا مقطع مقاطع كثيرة، الناس لما شافت المقطع استغربوا، هذا شلون معمم، شلون معمم. المهم بعد ذلك قال لي أنت تعرف أنا وكيل من؟ قلت أنت وكيل من؟ قال وكيل السيد الحيدر. خب قلت له شنو وكيل السيد؟ قلت وكيل السيد أنا شو أسوي لك؟ أنت وكيل السيد الحيدري، يعني أنا شنو علاقتي بكونك وكيل السيد الحيدري؟ المهم غاب فترة من الفترات، ثم رجع قال لي علمت أنك ترد على السيد الحيدري. طبعا هذا قديم الكلام، حتى الجماعة يعرفون بأنه ترى الرد على السيد الحيدري ترى قديم، هذا قبل 8 سنوات الكلام. قال لي أنا أعرف أن أنت ترد على السيد الحيدري، أنت ذا السيد الحيدري ما عاجبك، شلون تريد أنا أعجبك؟ على كل هنا قضية، هاي طبعا الكلام القصة مرتبطة بنصيحة ومرتبطة بالسيد الحيدري أيضا، باعتبار هذا الشخص أيضا من يعني من وكلائه. أسا ما أعرف الآن هو وكيل أو لا، ولعله يعني الله العالم أنه يعني ربما كف عن هذه التسجيل، ممكن يكون كف، ممكن عن تسجيل المحاضرة.